افتتح. تفضلوا تفضل. بسم الله وبسم الشعب تفتح الجلسة. ميليندا تايلور. هيلين عساف. أكسندر كواكاكوف. استيبان برلتا. سيف الإسلام معمر القذافي. محمد إسماعيل علي. الفاتح عريبي بعجيلة الظلمات. بالنداية على المتهمين حضر المتهم الخامس سيف الإسلام معمر القذافي موقوفا على ذمة قضية أخرى، ولم يحضر باقي المتهمين، وتبين أن المتهمين من الرابع من الأول إلى الرابع لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا، ولم يتم القبض على المتهمين السادس والسابع ولم يجلب. وقد تبين أن تقرير الخبرة قد أرفق، وبه المبرزات التالية: أولا، كاميرا على شكل هيئة قلم حبر. ثانيا، ساعات يد. وأوضح التقرير بعد الكشف على القلم وبين محتواه، ولم يتعرض التقرير للكشف على الساعة، ولهذا تقرر المحكمة إعادة عرض ساعة اليد على الخبرة لبيان حقيقتها. مبروكة. كما تقدمت الأستاذة، مبروكة جمع دوا، وهي محامي خاص للدفاع عن المتهم الخامس سيف الإسلام. الأستاذة حاضرة للدفاع عنه، تقبل توكيلها؟ نعم. وقال المتهم أنه يقبل عليه القانون. المحكمة السطر تقرر التأجيل لجلسة 19/5/2013